خلينا نبتدي يا شباب. في المحاضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على ان في عندي حاجة اسمها السنترال ليميت سيرم، واتفقنا ان السنترال ليميت سيرم دي هي كانت باختصار ان انا عندي سامبل، السامبل دي جزء من البوبيليشن الكلي، وكنت بعمل مابنج ما بين الاكس والزد. يعني ايه؟ يعني كنت بمسك السامبل بتاعتي وكنت ببدأ احسب لها الاكس بتاعتي او الاكس بار، ببدأ احسب لها الزد، وبعد كده كنت بروح ادور على القيم الاحصائيه الموجوده في الجدول بتاع النورمال ديستريبيوشن، وكنا بنطلع على هذا الاساس البروبابيليتي واحسب البروبابيليتي بتاعت حدوث اي شيء معين. فكنا دايما بنشتغل على القانون دوت، والقانون دوت كان بيقول ان انا لما بيكون في عندي اكس بار ماينس ميو، اتفقنا الاكس بار هي ايه؟ قلنا الاكس بار ساعتها قلنا هي المين بتاع الاستامبل نفسها، وقلنا ان الميو، ان الميو هي عباره عن المين بتاع البوبيليشن كله، وكنا بنقسمها على الستاندرد ديفيجن، فكان يوصل لي ان انا اقدر احصل على الزد، وقلنا ان الزد دي عباره عن ستاندرد نورمال ديستريبيوشن فاليوز، يعني دي قيم ستاندرد، وكنت بروح اكشف على الجدول، وفي حاله ان انا بصيت على الجدول فكنت بقدر اطلع البروبابيليتي بمنتهى البساطه. النهارده بقى هنتكلم على حاجه مختلفه شويه. المره اللي فاتت انا كان دايما يهمني ان يكون السامبل بتاعتي 30 او اكبر، فدايما كنت باخد السامبل اللي انا عاوزاها حجمها 30 او اكبر من 30. طب النهارده بقى احنا هنتكلم على حاجه مختلفه شويه، هنتكلم في حاله ان انت مش عندك سامبل واحده، ده انت عندك تو سامبلز، والهدف بتاع حضرتك انك تعمل مقارنه ما بين التو سامبلز دولت وبعضهم. يعني نشوف مع بعض مثال. لو انا جيت قلت لحضراتكم مثلا ان حضراتكم كطلبه فانتوا عندي بالنسبه لي البوبوليشن، وجيت اخدت من حضراتكم مجموعه من الولاد ومجموعه من البنات، فعملت سامبل 30 او اكثر من الولاد، وعملت سامبل ثانيه 30 او اكثر مثلا سي من البنات. انا عايز اسال حضراتكم سؤال. لو انا جيت قلت لك فكر معايا في احتمال ان لو انا قايسه اطوال حضراتكم مثلا، ايه احتمال ان الولاد يطلعوا اطول من البنات بمثلا 10 سنتي، او الاحتمال ان السامبل اللي انا خدتها دي من الولاد تطلع اطول من البنات ب 20 سم. فكره البوبيوليشن هنا ان انتوا كلكم موجودين، لكن لما خدت منكم تو سامبلز فانا بقى عندي نوعين من السامبل اقدر اقارن بينهم، او ان انا اطلع الفروق اللي بينهم وبين بعضهم. اللي انا هشتغل عليه النهارده ازاي لو انا عندي تو سامبلز، التو سامبلز اللي موجودين عندي دول ازاي انا اقدر اعمل مقارنه ما بين البيانات بتاعتهم وبين بعضها، وطلع الاحتمال ان حاجه تبقى مختلفه عن الثاني. خلينا نشوف مع بعض النظريه. النظريه بتاعتي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها sampling distribution of difference between two means. باينه من اسمها ان انا عندي مبدئيا two means، والtwo means دولت انا هجيب الديفرنس ما بينهم، يعني عندي two sample، كل sample فيهم ليها variance مختلف، كل sample فيهم ليها mean مختلف، كل sample فيها ليها عدد مختلف كمان. يعني ايه عدد مختلف كمان؟ يعني لما اجي اقول لحضراتكم ان انا خدت سامبل من الولاد والسامبل اللي انا خدتها دي سي كانت 50، هل ده معناه ان انا لازم اخد من البنات كمان سامبل 50؟ لا، مش حقيقي، مش لازم. هي إيه الفكره وما فيها؟ ان انا باخد عدد من هنا وعدد من هنا، وفي الحالات دي بيبقى عندي تو فيرينس مختلفين، بيبقى عندي تو ان مختلفين، عددين مختلفين، بيبقى عندي كمان المين مختلف لكل سامبل فيهم عن الثاني. تعالوا بصوا معايا على القانون بتاع الديفرنس بتوين تو مينز. لما باجي اتكلم على الديفرنس بتوين تو مينز يا جماعه، هو بيقول لحضراتكم لو انت عندك تو سامبلز مستقلين عن بعض، عندك اثنين سامبل مستقلين مع بعض، بشرط ان الاولانيه العدد بتاعها او السايز بتاعها هو ان 1 والثانيه السايز بتاعها هو ان 2. في الحاله دي حضرتك بتكون شغال، سواء كنت شغال على ديسكريت فاريبل او على كونتينوس فاريبل، واحنا شغلنا النهارده كله هيبقى على الديسكريت فاريبلز. في حاله ان انا اشتغلت على التو سامبلز دول، فده معناه ان انا بتكلم على اني عندي البوبيوليشن بتاعي، عندي مين للبوبيوليشن بتاع السامبل الاولانيه، وعندي مين كمان للبوبيوليشن بتاع السامبل الثانيه. خليني افكركم بنقطه مهمه، احنا اتفقنا قبل كده ان انا عندي لما بتكلم على ميو فانا بتكلم على مين للبوبيوليشن، انما لما بتكلم على اكس بار فانا بتكلم على مين للسامبل نفسها. قلنا كمان اني لما بتكلم على سيجما فانا بتكلم على ستاندرد ديفيجن لبوبيوليشن، لكن لما بتكلم على اس يبقى انا بتكلم على ستاندرد ديفيجن للسامبل نفسها. النهارده احنا هيعدي علينا الاربع حاجات دول.
لما اجي اقول لحضراتكم انا عندي دلوقتي تو سامبلز، والتو سامبلز دولت انا باخداهم من تو بوبيليشنز حتى مختلفين، ببساطه شديده فده معناه ان انا عندي ميو 1 وعندي ميو 2، كمان عندي فيرينس للسامبل الاولانيه وعندي فيرينس للبوبيليشن الاولاني والبوبيليشن الثاني. ففي الحالات دي انا بسميها ميو 1 وده معناه ان ده المين بتاع البوبيليشن الاول، الميو 2 معناه البوبيليشن بتاع المين بتاع البوبيليشن الثاني، السيجما سكوير عباره عن الفيرينس للسامبل الاولى والفيرينس للسامبل الثانيه، وطبعا عندي في الاهم من ده كله عندي الاكس بار 1 والاكس بار 2. الاكس بار 1 والاكس بار 2 هما ايه؟ هو المين بتاع السامبل الاولى والمين بتاع السامبل الثانيه، واللي انا هدفي اجيب الديفرنس بتوين ذيم. نلاحظ مع بعض ان كلمه ديفرنس يعني ايه؟ احنا عارفين ان كلمه ديفرنس دي معناها الفرق، فده معناه باختصار شديد ان انا اجي اقول لحضرتك انت عندك مين للسامبل نمره واحد ومين للسامبل نمره اثنين، اطرح الاثنين من بعض يطلع الفرق ما بين التو سامبلز دولت، وهو دوت اللي بيديني الاشاره بتاعه العلاقه ما بين التو سامبلز دولت او الفرق ما بين التو سامبلز دولت، واللي على اساسه هبدا امشي خطوات اطلع البروبابيلتي. طيب تعالوا نبص مع بعض على القانون بتاعي. القانون بتاع حضراتكم بيقول ان ميو وفي الاكس بار 1 ماينس الاكس بار 2، يعني ايه؟ يعني حضرتك لما تيجي تحسب المين بتاع الاكس بار 1 ماينس اكس بار 2، الجزء ده يا جماعه دي اشاره ان انا شغال على تو سامبلز بس، يعني انا في الحته دي هي ميو ايكوال ميو 1 ماينس ميو 2، ميو ايكوال ميو 1 ماينس ميو 2. انما طب ليه السبسكريبت اللي تحت ده؟ ليه الجزء المكتوب تحت شويه دوت؟ انا هنا بدي لك اشاره بس في القانون ان انا شغاله على تو سامبلز مختلفين. عندي السامبل الاولانيه الاكس بار 1 اللي هو المين بتاعها، والسامبل الثانيه الاكس بار 2 اللي هو المين بتاعها. هستاذن حضراتكم طبعا في الشات يا جماعه هنكتب اسامينا، ويفضل الناس تكتب اساميها رباعيه علشان الغير. طيب يبقى انا عندي اول حاجه ممكن تتحسب ان انا اقول له ان الميو، الميو اللي هي متوسط حسابي بتاع البوبيليشن هو عباره عن الميو 1 ماينس الميو 2، المتوسط حسابي بتاع البوبيليشن الاول ناقص المتوسط حسابي للبوبيليشن الثاني. نفس الحكايه عندي مع الفيرينس. الفيرينس هو ايه؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الفيرينس ده خدناه في اول محاضره، قلنا ان الفيرينس هو عباره عن السيجما سكوير. فالسيجما سكوير عندي في الحالات دي انا بقول لحضراتكم سيجما سكوير في الاكس بار 1 ماينس الاكس بار 2، ده معناه اني بطلع السيجما سكوير او بطلع الفرق ليه الاثنين ناقص بعضها، واللي بيكون بيساوي السيجما سكوير 1 ديفايدد ان 1 بلس السيجما سكوير 2 ديفايدد ان 2. لاحظوا معايا حاجه، انا هنا بجيب الفرق ما بين الفيرينس هنا والفيرينس هنا، ما هو الفيرينس اللي هو سيجما سكوير. طيب اما باجي اقول الفرق ما بين الاثنين، فالطبيعي ان حضراتكم كنتوا تقولوا لي ان انا عايزه الفيرينس الاولاني ناقص الفيرينس الثاني، ما هو ده الفرق، هو ده الديفرنس. لكن لما اجي اقول لحضرتك ان القيمه دي هي اوريدي قيمه سكوير، يعني هي قيمه متربعه، فده معناه ان القيمه المتربعه دي هتحول لي القيمه السالبه بتاعتي دي مهما كانت لي قيمه موجبه. علشان كده لاحظ معايا حاجه، ان لما باجي اطرح الميو هيطلع لي ميو 1 ماينس ميو 2، انما لما باجي اطرح مع بعض الفاريانس او السيجما سكوير فانا بقول سيجما سكوير 1 ديفايدد ان 1 بلس سيجما سكوير 2 ديفايدد ان 2، وهو ده القانون اللي انا على اساسه بشتغل. خلينا نرجع بس خطوه لورا افكركم بحاجه مهمه جدا كنا بنعملها، ان احنا دايما عشان كنا نلاقي البروبابيلتي بتاعتي انا كنت بعمل ايه عشان الاقي البروبابيلتي؟ كنت باخد الاكس واحولها لزد، وبعد كده امسك الزد دي واروح على الجداول الاحصائيه واروح اطلع منها قيمه البروبابيلتي. طيب كنا بنحسب الزد دي ازاي يا جماعه؟ بس عشان الناس تبقى فاكره، كنا بنحسب الزد دي بناء على القانون اللي قدامنا دوت. طب خلي بالكم من حاجه، نفس القانون ده هو بالظبط القانون اللي ظهر قدامي هنا. طب ازاي القانون ده بقى هو القانون دوت؟ بصوا معايا كده يا جماعه، انا هنا بقول لحضراتكم ان القانون بتاع الزد او الزي كان عباره عن الاكس بار ماينس ميو على السيجما ديفايدد السكوير روت اوف الان. طيب خلونا نفتكر الرموز دي كانت معناها ايه؟ قلنا الاكس بار دي كانت بترمز لي ايه؟ قلنا الاكس بار دي كانت بترمز لي الميم بتاع السامبل، وانا شغال على سامبل واحده بس، وان الميو كانت الميم بتاع البوبيليشن، والسيجما كانت الستاندرد ديفيجن، والان دي كانت الايه؟ القيمه بتاعت السايز بتاع السامبل نفسها، السامبل حجمها قد ايه؟ الشكل ده لما كنت بشتغل على اونلي 1 سامبل. طب تخيلوا بقى حضراتكم كده ان انا مش شغال على 1 سامبل، انا شغال على 2 سامبلز. طب ايه رايكم كده ان انا اشيل الاكس بار دي واحطها الاكس بار بتاع الاولانيه ماينس الاكس بار بتاع الثانيه، واخلي الميو دي هي عباره عن الميو الاولانيه ماينس الميو الثانيه. يعني ايه؟
يعني بما ان انا عندي هما تو سامبلز فانا هجيب الفرق ما بين التو سامبلز دول وبعضهم. هجيبه ازاي؟ ان انا احط الاكس الاولانيه ماينس الاكس الثانيه والميو الاولانيه ماينس الميو الثانيه. بص معايا على القانون بتاعي، القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول لي ان الزي بتساوي الاكس بار 1 ماينس اكس بار 2، يعني شلت الاكس بار وحطيت الفرق ما بين التو سامبلز، وكمان ناقص ميو 1 ماينس ميو 2 وشلت الميو الاولانيه وحطيت مكانها الفرق ما بين الاثنين، يبقى نفس البسط هو هو الاكس بار ماينس ميو بس شلت كل واحده وحطيت الفرق ما بين التو سامبلز اللي انا بدور عليهم. مش بس كده، احنا اتفقنا كمان انا عندي ايه؟ احنا كان عندنا في المقام بيقول، كان المقام بيقول سيجما على السكوير روت اوف الان. طب ما انا ببساطه شديده دي سيجما سكوير، انا هنا بحسب على الفارينس، وطالما انا بحسب على الفارينس يا جماعه يبقى انا ببساطه هشيل الجزء دوت واحط السيجما الاولانيه على الان 1 زائد السيجما الثانيه على الان 2 وباخد السكوير روت بتاعهم كلهم. يبقى القانون بتاع الحساب او التحويل من الاكس للزد في حاله ان انا عندي 2 سامبلز او في حاله ان انا بحسب الديفرنس بين 2 سامبلز، في الحالات دي انا بحسبها ازاي؟ بحسبها عن طريق ان انا بجيب الفرق ما بين المين بتاع التو سامبلز ناقص الفرق ما بين المين بتاع التو بوبليشنز على الستاندرد ديفيجن، او على بمعنى ادق على السكوير روت اوف الفيرينس بتاع الاولانيه زائد السكوير روت اوف الفيرينس بتاع الثانيه. تعالوا نشوف مع بعض مثال صغير. المثال اللي قدام حضراتكم ده يا جماعه بيقول ان انا عندي شركتين، او عندي شركه يعني هي شركه دهانات، والشركه دي عندها مجموعه من التماثيل، وان التماثيل دي المفترض انها بيتم دهنها او بيتم طلاقها. كل تمثال منهم بياخد وقت معين على ما ينشف. فهي الفكره باختصار شديد ان احنا نبص مع بعض كده، بيقولوا حضراتكم ايه؟ انت عندك تو اندبندنت اكسبيرينس، اول نقطه اهي تو اندبندنت اكسبيرينس، ده معناه ان انا شغاله على تو سامبلز، لان انا شغاله على اثنين مختلفين او على تجربتين مختلفين. طيب التجربتين المختلفين دول عباره عن ايه بقى؟ بيقول لك 18 سبيسمنتس are painting using a and drying time in hours are recorded. يعني ايه؟ يعني السايز بتاعي هو 18. العينه الاولانيه بتاعه الايه؟ السامبل الاولانيه اللي انا مسميها ايه؟ كان عددها كام؟ كان عددها 18. يبقى انا اول معلومه ظهرت لي لحد الان ان انا شغال على تو سامبل، يبقى اطبق القانون بتاع الديفرنس بين تو سامبلز. النقطه الثانيه ظهر لي ان السامبل الاولانيه عددها 18، يبقى الان الاولانيه ان 1 ب 18. وبعد كده قال لك ايه؟ ذا سيم از دان فور تايب بي، النوع الثاني من الدهانات او النوع الثاني من السامبل الثانيه اللي هي اسمها بي، ذا سيم از دان. ذا سيم از دان يعني ايه يا جماعه؟ ذا سيم از دان يعني نفس الكلام، ومعنى انها نفس الكلام يعني هي كمان عددها 18 فاليو 18 سامبل، يعني خدت 18 تمثال. يبقى ده معناه ان الان الاولانيه او السايز بتاع السامبل الاولانيه كان عدده 18، والسايز بتاع السامبل الثانيه هي كمان كان عدده برده 18. طب تعالوا بصوا معايا نكمل. بيقول لحضراتكم علما بقى بايه بقى؟ ان البوبيوليشن بتاعك، البوبيوليشن انا بتكلم على ايه؟ على المجتمع على كله. ستاندرد ديفيجن بتاعي تو بي 1. هو بيقول لك ان الاثنين البوس ار نون تو بي 1. يعني ايه؟ قال لك يعني السيجما الاولانيه ب 1 والسيجما بتاعت الثانيه كمان ب 1. يعني هو مديني معلومتين، ان الستاندرد هنا ب 1 والستاندرد الثانيه كمان ب 1. بيقول لحضراتكم ايه بقى؟ assuming that the mean of drying time، تخيل ان الوقت بتاع drying time وقت ان التماثيل دي تنشف is equal for the two types of paint، find the probability بتاع x1 minus x1 bar minus x bar b اكبر من الواحد. طلع لي ان probability بتاعت ان الفرق بينهم اكبر من الواحد. وارن ال x bar a and x bar b are average drying time of size 18، ومديني بتاع السايز بتاعي اللي هو 18 اللي انا استنتجتها من فوق. بس خلي بالكم معايا من المكتوب هنا، الجزء ده معناه ايه؟ عشان الجزء دوت الناس لو فهمته صح احنا هنقدر نكمل بقيه المساله صح. هنا بيقول لحضراتكم البروبابيلتي بتاعت ان اكس بار اي ناقص اكس بار بي اكبر من الواحد. هو احنا عمرنا اخذنا ان في حاجه اسمها بروبابيلتي اكبر من الواحد؟ مفيش حاجه اسمها بروبابيلتي اكبر من الواحد. لكن هو هنا مش بيقول لحضرتك ان البروبابيلتي اللي اكبر من واحد، هو بيقول لك طلع لي ان الفرق ما بينهم، طلع لي الاحتمال ان الفرق ما بين الديفرنس بتوين تو مينز دولت هو اللي اكبر من واحد. يعني انا لو طرحت الاكس بار الاولانيه ناقص الاكس بار الثانيه، ايه الاحتمال ان القيمه تطلع اكبر من واحد؟ يبقى ده معناه
ان انا بجيب هنا البروبابيليتي بتاعت ايه؟ البروبابيليتي بتاعت ان الوقت اللي هياخد التماثيل الاولانيه على ما تنشف ناقص الوقت اللي هتاخد التماثيل الثانيه على ما تنشف، الفرق بين الاثنين اكبر من واحد ساعه. يبقى انا بطلع على البروبابيليتي ان الديفرنس بين التو مينز دولت يطلع اكبر من واحد. لاحظوا كمان حاجه معايا، ان هو بيقول لحضراتكم هو ان الاكس بار اي اند اكس بار بي ار افريج دراينج تايم فور ذا سايز اوف ان كذا. يعني هو بيدي لحضراتكم هنا السامبل بتاعتي حجمها قد ايه؟ 18 للحالتين، ومدي لحضراتكم كمان الستاندرد ديفيجن عندي مقداره قد ايه، ومدي لحضراتكم ان انا عندي الاكس بار ماينس اكس بار اقل اكبر من الواحد، انا بدور على بروبابيلتي انها اكبر من واحد، وقال لحضراتكم ان الافريج بتاعي ار ذا سيم، يعني الافريج بتاعي المتوسط بتاعي زي بعضيه، بس ده المتوسط بتاع ايه؟ قال لحضراتكم ده المتوسط بتاع البوبيليشن كلها. تعالوا نبص مع بعض على المساله. قبل ما نبص مع بعض على المساله يا جماعه، تعالوا نرجع للقانون كده تاني ونشوف هو انا متوفر عندي ايه من القانون دوت؟ ايه هي المتغيرات المتوفره عندي هنا علشان اعرف انا اعرف اشتغل ازاي؟ انا هدفي ان انا احصل على الزد. طب هو انا عندي اكس 1 ماينس اكس بار؟ اه عندي. عندي منين؟ مش احنا اتفقنا من المره اللي فاتت ان انا بيكون عندي الاكس وبدور على احتمال حدوث الاكس دي؟ طب ما انا هنا عندي ايه يا جماعه؟ هو هنا بيقول لك دور لي عن الاحتمال ان دي ناقص دي يطلع اكبر من الواحد. انت دور على احتمال ان دي ناقص دي يطلع اكبر من الواحد، فده معناه ان الاكس بار 1 ماينس الاكس بار 2 ايكوال 1، يعني انا اقدر اشيل الجزء ده كله واقول طلع لي احتمال ان ده ناقص ده ايكوال 1. طيب تعالى نبص معايا على ميو 1 ناقص ميو 2. ميو 1 ناقص ميو 2 هو عباره عن ايه؟ ميو 1 ده الافريج بتاع البوبيليشن او المين بتاع البوبيليشن. طب ما هو هنا في وسط الكلام قال لي ان المين بتاع البوبيليشن الافريج بتاعي واحد، الاثنين زي بعض، يعني معناه ان انا لما اجي اقول لحضرتك ان هنا مثلا ان الميو هنا عباره عن 50 والثانيه كمان 50 او 5، فده معناه ان 5 ناقص 5 بيساوي الصفر. فلما يجي يقول لحضرتك ان انا عندي المين بتاع البوبيليشن هنا هو المين بتاع البوبيليشن هنا، ده معناه ان القيمه دي كلها بصفر. ليه؟ لان انا هطرح نفس القيمه من نفسها. طب تعالى بص على اللي تحت، الجزء اللي تحت بيقول لحضراتكم ايه؟ الفاريانس بتاع الاولانيه مقسوم على الان. طب انا عندي الان 18 والفاريانس هو مديني ايه؟ ده هو مديني الستاندرد ديفيجن، واحنا عارفين دايما الستاندرد ديفيجن هو الا ايه؟ هو السكوير روت بتاع الفارينس. يعني انا لو ربعت قيمه الستاندرد ديفيجن هيطلع لي السيجما سكوير زائد السيجما سكوير بتاعت نفس القيمه عندي هي على ال 18 برضه. يعني ايه؟ يعني باختصار شديد انا اقدر اقول طبقا للقانون ان انا عندي الفرق ما بين التو، الفرق ما بين التو فارينس كان بيساوي ايه؟ الفرق ما بين التو فارينس يا جماعه كان بيساوي سيجما سكوير للاولانيه على الان الاولانيه زائد السيجما سكوير للثانية على الان الثانية. طب انا كل البيانات دي عندي السيجما دي كانت بواحد، السيجما اللي هي كانت ايه؟ السيجما اللي هي كانت الستاندرد ديفيجن هو كان مديهاني جيفن. الواحد دي لو ربعته هيفضل واحد عشان هطلع السيجما سكوير على 18 لان حجم السايز عندي كان 18 زائد الواحد على 18. يبقى ده معناه ان انا الواحد على 18 زائد واحد على 18 دي اللي هي ايكوال 1 على 9، ده كان الجزء اللي موجود عندي في المقام. ارجع تاني للمثال للقانون. القانون بيقول لحضراتكم طلع لي البروبابيليتي للجزء ده، عرفناها خلاص دي البروبابيليتي اللي بدور عليها. طيب الميو اتفقنا ان المثال مديني ان الميو بتاعتي بصفر، يبقى انا هنا اهو طلعت دي زائد دي بواحد على 9، يبقى انا اقدر احل المساله دي على طول حتى من غير ما اقسمها الخطوات زي ما هو عامل هنا يا جماعه. اقسمها الخطوات ازاي؟ انا بدور على البروبابيليتي بتاعت حدوث ان الواحد بتاع الاكس بار ناقص اكس بار 2 ناقص الميو ناقص ميو بصفر اهي على الجذر التربيعي للواحد على 9. طبعا الجذر التربيعي للواحد على 9 بثلث، يبقى ده معناه ان البروبابيلتي بتاعتي في الحاله دي ايكوال، او ان الزد بتاعتي عشان ابقى ادق يعني ايكوال 3. لاحظوا حاجه، انا الهدف بتاعي هنا احنا دايما كنا متعودين نرسم النورمال ديستريبيوشن كده، وكنت باجي اقول لحضراتكم هنا المين، هنا الميو، او هنا الاكس بار. لا انا المره دي شغال على تو سامبلز، فده معناه ان النقطه دي هي مش الميو، هي النقطه دي هي عباره عن الميو الاولانيه ناقص الميو الثانيه، عشان احنا خلاص دلوقتي شغالين على اتنين مش على واحده. طيب كنا متفقين كمان من المره اللي فاتت ان انا ببدا احط هنا السيجما واحط هنا سيجما واكررها وهكذا،
هي السيجما عندي انا مش السيجما الاولانيه بس، ده السيجما الاولانيه ناقص السيجما الثانيه. طيب هو بيقول لحضراتكم طلع لي البروبابيلتي بتاع الحته دي. البروبابيلتي بتاعت الحته دي هي عباره عن ايه؟ احسب الزد وبناء عليه ابدا اكشف على طول في الجداول الاحصائيه. تعالوا افكر حضراتكم بالجداول الاحصائيه، انا بدور على اي نقطه؟ انا بدور على النقطه في حاله ان الزد عندي بتساوي 3. نتفق مع بعض على اتفاق عشان احنا النهارده هنشتغل على كذا حاجه مختلفه، ان احنا دايما كنا متفقين على ان النورمال ديستريبيوشن اللي هو لو ده شكله وكان بيبقى عامل كده، فكنت باجي اقول لحضرتك طلع لي البروبابيلتي بتاعت الحته دي، وكنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب البروبابيلتي بتاعت الكل ونطرحه من الواحد، لان دايما الاريا اندر ذا كيرف ايكوال 1، الاريا المساحه تحت المنحنى واحد. فدايما يا جماعه لما باجي اشتغل على النورمال ديستريبيوشن هو بيحسب لي ايه؟ وبيحسب لي من هنا، بيحسب لي من اول السالب، من اول الجزء بتاع السالب ما لا نهايه، وبيفضل ماشي فبيحسب الجزء الابيض ده كله. تطرح حضرتك الجزء الابيض دوت، تطرح واحد من الجزء الابيض يطلع لك الجزء اللي انا مظللاه بالاحمر ده. طيب يبقى ده معناه انا بقول لحضرتك احسب لي الجزء ده، فده معناه ان انا مفترض اجيب المساحه دي كليه واطرح منها واحد يطلع لي الحته الصغيره دي. طيب تعالوا نبص على الجداول الاحصائيه ونشوف عند قيمه الزد بيساوي 3 هتديني probability قد ايه بالظبط. ادي الجداول الاحصائيه بتاعتي، خلينا افكر حضراتكم احنا شفناها قبل كده، كانت الجداول الاحصائيه عباره عن ايه؟ عباره عن جدولين، الجدولين بيوضحوا لي النورمال ديستريبيوشن. طيب عرفت منين انها نورمال ديستريبيوشن؟ اهو يجيب ادي شكل النورمال ديستريبيوشن، وهو بيقول لحضرتك انا جايب القيمه الكبيره، هو جايب الجزء الابيض الازرق ده. انت عايز الابيض اطرح الاثنين من بعض. طيب الجدول بتاعي جزء سالب وجزء موجب، انا عندي قيمه موجب 3. يبقى ده معناه ان القيمه اللي انا بدور عليها هتبقى في الحته دي، في الصف ده. طيب الثلاثه دي كان في بعدها علامات عشريه؟ ما كانش. يبقى البروبابيلتي عندي اهي. يبقى ده معناه ان البروبابيلتي بتاعت الجزء الكبير ده هو عباره عن كام؟ عن 0.9987. نرجع تاني لمسالتنا، ده معناه الجزء الابيض ده كله حضراتكم البروبابيلتي بتاعته قد ايه؟ البروبابيلتي بتاعته كانت 0.9987. اطرح حضرتك الاثنين من بعض يطلع لك البروبابيلتي بتاع ان الاحتمال بتاع ان الاكس بار 1 ناقص الاكس بار 2 تطلع اكبر من 1. يبقى ده معناه لما اجي اقول لحضرتك طلع لي البروبابيلتي بتاعه ان الاكس بار الاولانيه ناقص الاكس بار الثانيه تبقى اكبر من الواحد، الاحتمال ده بيساوي كام؟ الاحتمال ده بيساوي الرقم ده اللي هو تقريبا 1/10%. عرفت منين؟ حولت القيمه بتاعت الاكسات دي عن طريق القانون مباشره للزد، وبعد كده دورت على probability ان الزد اكبر من واحد فرحت مطلعها طلعت ب 13/10000. الشباب اللي عماله بترفع ايدها احنا اتفقنا هنأخر كل التعليقات للاخر. تمام؟ طيب تعالى نبص مع بعض على مثال تاني. نبص مع بعض على مثال تاني. لما اجي اقول لحضراتكم في المثال التاني هو بيقول لحضرتك ايه؟ التلفزيون بيكتشر تيوب مانيفاكتشر عندك مصنعين، مصنع منهم لصناعه شاشات التلفزيون يعني، المصنع الاولاني اسمه A والمصنع الثاني اسمه B. بص معايا المصنع الاولاني اللي اسمه ايه دوت؟ هو مديني هنا بيقول لحضراتكم ان المين بتاعي المين لايف تايم، المين لايف تايم، وطالما هو اتكلم على مين ما قالكش بتاعت سامبل، هو بيتكلم في العموم التلفزيون ده مده يعني بيقعد زمن قد ايه؟ عمره الافتراضي قد ايه؟ فبيقول لحضراتكم ان المصنع الاولاني اللي اسمه ايه ده؟ الزمن بتاع التلفزيونات بتاعته عمرها الافتراضي 6.5 سنه. يبقى المين بتاعي الميول الاولانيه اللي انا بدور عليها اهي 6.5 سنه. جميل جدا، ده للمصنع الاولاني بس، ماليش للمصنع الثاني كمان. طيب بعد كده بيقول لحضراتكم لاحظوا معايا ان الستاندرد ديفيجن بتاعي بيساوي كام؟ الستاندرد ديفيجن عندي بيساوي 0.9. ده الستاندرد ديفيجن بتاع ايه؟ قال لك ده الستاندرد ديفيجن بتاع المصنع الاولاني برضه. ده الستاندرد ديفيجن بتاع المصنع الاولاني برضه، يبقى معنى كده ان السيجما الاولانيه ب 9/10. طيب هو وايل ذا اذر مانيفاكتشر المصنع الثاني بقى كان اللايف تايم بتاعه بيساوي كام؟ كان اللايف تايم بتاعه بيساوي 6 سنين بس. يبقى المصنع الثاني كان معدل التلفزيونات بتاعت المين بتاعها قد ايه؟ كان المعدل بتاعي ب 6. ايه ده؟ ده معناه ان عندي ميو 1 ناقص ميو 2 مش هتبقى بصفر زي المره اللي فاتت. لما نطبق بالقانون على المثال اللي فات احنا كنا حاطين الميو 1 والميو 2 بصفر، ليه؟ لان هو قال في الكلام ان هم قد بعض، انما هنا المره دي الميو مش قد بعضهم، ما فيهاش اي مشكله.
وقال لك كمان ان الستاندرد ديفيجن بتاعي 2.8. ده معناه ان الانحراف المعياري بتاعي للتلفزيونات الثانيه بتاع المصنع الثاني بكام؟ 2.8. يبقى انا عندي السيجما 1 وعندي كمان السيجما 2. What is the probability؟ من هنا بدأ السؤال بقى. What is the probability that a random sample of 36 tube for manufacture A؟ لاحظوا بقى معايا نقطة بقى. هو هنا بيقول لك لو أنت عندك 36 من المصنع الأولاني. 36 من المصنع الأولاني. ده معناه إن أنا بدأت بقى أتكلم على السامبل. يبقى السامبل سايز بتاعتي قد إيه في المصنع الأولاني؟ السامبل سايز بتاعتي في المصنع الأولاني equal 36. يبقى المصنع الاولاني هياخد منه سامبل 36 تلفزيون. will have a mean time. will have a mean time. mean time ده المين تايم بتاع مين؟ ده المين تايم بتاع السامبل. is at least one year more than the lifetime of sample اللي في 49 من المصنع الثاني. ايه الكلام دوت؟ باختصار بيقول لحضرتك احسب لي الاحتمال بتاع ان زمن المتوسط بتاع التلفزيون من المصنع الاول يبقى اكبر من المصنع الثاني على الاقل بسنه. يعني ايه؟ يعني لو قلت لحضرتك مثلا ان انا جبت تلفزيونين واحد من هنا واحد من هنا، فتيجي تقول لي ايه؟ طب ايه بقى الاحتمال ان التلفزيون الاولاني يعيش على الاقل سنه زياده عن التلفزيون الثاني؟ دي الجمله، ده معنى الجمله. بس بشرط ايه بقى؟ قال لك بشرط انك خدتي من المصنع الثاني 49 تلفزيون. يعني معنى كده ان الان 2 ايكوال كام؟ ان الان 2 ايكوال 49. يبقى انا دلوقتي كل البيانات عندي تقريبا بقت جيفن. تعال بص معايا على القانون. القانون كان بيقول لحضراتكم ايه؟ القانون كان بيقول لحضراتكم الاكس بار الاولانيه ناقص الاكس بار الثانيه الكل ناقص الميو الاولانيه ناقص الميو الثانيه على الجذر التربيعي بتاع السيجما الاولانيه، سيجما سكوير الاولانيه على الان زائد السيجما سكوير الثانيه على الان الثانيه. تعالوا طلعوا معايا كده ايه البيانات المتاحه عندي من الكلام ده كله. عشان اطلع البيانات المتاحه عندي من الكلام ده كله، انا عندي اكس بار ماينس الاكس بار الاولانيه ماينس الاكس بار الثانيه. اه عندي. فين هي عندي؟ هو هنا بيقول لحضرتك احسب لي الاحتمال ان الـ ان الـ ان المين بتاعي في الاولاني يبقى اتليست 1 يير مور. يعني ايه؟ يعني الجمله دي معناها ان الاكس بار الاولانيه ناقص الاكس بار الثانيه هتبقى اكبر من او يساوي الواحد، اكبر من او يساوي الواحد. يبقى ده معناه ان الجزء الاولاني دوت من القانون انا اقدر اشيله واحط مكانه واحد، وده كان جيفن عندي في المساله بتاعتي. طيب النيو 1 والنيو 2 موجودين عندي؟ اه النيو 1 والنيو 2 كانوا موجودين عندي. 6 ونص ناقص 6، يبقى ده معناه ان الجزء ده انا كنت اقدر اشيله واحط مكانه 0.5. طيب عندي السيجما سكوير؟ عندي سيجما، فطبيعي ان انا لو ربعتها هيطلع لي سيجما سكوير. عندي الان الثانيه والان الاولانيه؟ اه عندي الان دي موجوده وعندي الان دي موجوده وعندي السيجما هنا وعندي السيجما هنا. طب تعالوا حضراتكم نربع الكلام دوت على طول ونشتغل عليه. لما اجي اقول لحضراتكم السيجما بتاعت، طبعا هو هنا طرح الاول قال لحضرتك الميو بتاعت الاكس 1 ماينس اكس 2 بار، احنا اتفقنا هي ميو بيساوي الميو الاولانيه ناقص الميو الثانيه، وان دي ما هي الا اشاره توضح لك انك شغال على تو سامبلز مختلفين. طيب يبقى معنى كده 6 ونص ناقص 6 ايكوال نص، يبقى انا حصلت على الجزء ده. بعد كده بحسب السيجما، والسيجما عندي في الحاله دي هي اكس 1 ماينس اكس 2 اكس بار 1 ماينس اكس بار 2. اتفقنا هي عباره عن ايه؟ اتفقنا ان هي السكوير روت بتاع السيجما سكوير على الان 1 زائد السيجما سكوير الثانيه على الان 2. طيب بصوا معايا 9 دي كانت الستاندرد ديفيجن، يبقى علشان احصل على الفيرينس اللي هي سيجما سكوير فربعته، ف 9 اس 2 ب 81، يبقى ده معناه ان دي هي عباره عن سيجما سكوير على ان الاولانيه اللي هي 36 زائد السيجما سكوير اللي هي 8 من 10 على ال 49، يبقى انا قدرت احصل على القيمه بتاعت المقام. يبقى ببساطه شديده انا اقدر اشيل الجزء ده كله اهو واحط مكانه القيمه اللي هي 189 من 1000. طبق حضراتكم معايا في القانون تطبيق مباشر. يبقى 1 ناقص نص على القيمه دي يطلع لي 2.65
100%. طب هي ال 265% دي احتمال ايه؟ احتمال ان لما يكون عندي ستاندرد ديستريبيوشن يبقى عندي احتمال ان هو يبقى الفرق بينهم سنه او اكتر، يعني انا بدور على الجزء ده. طب احنا اتفقنا دايما ان النورمال ديستريبيوشن بيطلع لي الجزء الكبير دوت، يبقى انا لو قدرت اطلع دي واطرح منها اطرحها من الواحد هيطلع لي القيمه الصغيره اللي انا بدور عليها. تعالوا معايا حضراتكم على الجداول وطلعوا معايا قيمه ال 265%. قبل ما اخش على الجداول واطلع قيمه ال 265%، انا قدامي وقت حوالي 7 دقائق، فوانس ان احنا طبعا مش هنكون خلصنا، فحتى لو الكونكشن قطع هستاذن حضراتكم هنرجع نخش مره ثاني. طيب ادي الجدول بتاعي، انا بدور على كام؟ انا في الجدول بتاعي بدور على قيمه موجبه قيمتها كام؟ قيمتها 265. ادي الجدول بتاعي بدور على قيمه موجبه قيمتها 265، يعني 2.6 ومعايا كمان 0.5، يعني انا بدور على التقاطع بين الاثنين، يبقى انا بدور على القيمه دي. يبقى البروبابيلتي بتاعت الجزء الابيض ده كله كانت بكام؟ كانت 0.9960. اهو البروبابيلتي بتاعتي هي الواحد ناقص 0.9960، يطلع لي الاحتمال بتاعي ب 40 من او 4 من الالف. يبقى ده معناه احتمال ان التلفزيون الاولاني يعيش اكتر من التلفزيون الثاني بالسنه او اكتر هو عباره عن 4.10%. يبقى لو جبت حضرتك تلفزيونين من شركتين، الاحتمال الاول ناقص الاحتمال الثاني قد ايه؟ الاحتمال ان التلفزيون يعيش ده اكتر من ده بسنه مقداره 4.10%. لاحظوا معايا دي نقطه احنا لسه متكلمين عنها، ان هنا احنا كنا بنتكلم دايما على ان الستاندرد ديستريبيوشن كان بيبقى فيه هو المين. لا انا هنا عندي مش المين، انا عندي هنا الاكس بار ناقص الاكس بار الثانيه او الميو ناقص الميو الثانيه. يبقى معنى كده ان الموجود النقطه اللي موجوده عندي في السنتر هنا هي الفرق ما بين المتوسطين اللي انا حاسبين. تعالوا نبص مع بعض على حاجه ثانيه مختلفه بقى. قال لك طيب انتوا دايما بنتكلم حوالين ان انا عندي نورمال ديستريبيوشن، وان النورمال ديستريبيوشن بتاعي دوت اهو كده، وكنا بنرسمه، كنت تيجي تقول النقطه اللي في النص دي هي المين، فكنت بتقول الميو. طب لما جينا حسبنا وقلنا ان انا عندي تو سامبلز، فبقت الميو هنا النقطه اللي في النص بقت الميو ماينس الميو. يبقى انا دايما دايما شغلي متوقف حوالين المتوسط الحسابي. طب افرضوا حضراتكم لا بقى، ده انا مش عايزه الكلام دوت حوالين المتوسط الحسابي، انا عايزه الكيرف بتاعي ده تبقى النقطه اللي موجوده في النص دي هي الفيرينس او السيجما سكوير او الاس سكوير. يبقى ده معناه ان انا عايزه اتكلم على نوعيه مختلفه من الستاندرد ديستريبيوشن او على النورمال ديستريبيوشن في العموم. طيب خليني افكركم الاول احنا كنا بنحسب الفيرينس ازاي. كنا بنحسب الفيرينس ازاي يا جماعه؟ كنا بنقول ان الاس سكوير، والاس سكوير دي الفيرينس بتاع السامبل اللي هي كانت بتساوي سيجما سكوير للبوبيوليشن. طيب الاس سكوير دي كانت بتساوي ايه؟ كان القانون بتاعي بيقول 1 على ان ماينس 1 مضروبه في السميشن بتاع الاكس اي ماينس اكس اي اكس بار الكل تربيع. ده قانون خدناه في اول مره اتكلمنا مع بعض فيه. طيب الاكس اي دي قلنا الاكس اي دي قيم السامبل نفسها، والاكس بار دي كانت ايه؟ الاكس بار دي كانت المين. يعني خلينا نشوف مثال كده صغير. لو جيت قلت لحضرتك انا خدت سامبل منكم وكانت درجات حضراتكم 10 و20 و50، ده معناه ان الاكس اي عندي هي ال10 وال20 وال50، دي القيم بتاعت السامبل نفسها. طب الان بكام؟ الان عددهم بكام؟ ب3. طب الاكس بار هي ايه؟ الاكس بار هي المتوسط الحسابي مجموعهم على عددهم. فكنت بحسب الفاريانس ازاي؟ كنت بحسب الفاريانس عن طريق اني بطبق على طول في القانون تطبيق مباشر الواحد على الثلاثة ماينس واحد، واحسب القانون بتاع اكس اي ماينس اكس بار الكل تربيع، فيطلع لي قيمه الفاريانس. طب تعالى كده حضراتكم بصوا معايا على القانون ده. وجيت قلت لحضراتكم القانون دوت، تعالى كده انا عايز اشيل الجزء بتاع ان ماينس 1 من تحت، فده معناه اني هضرب الطرفين في ان ماينس 1، فيطلع لي ان ماينس 1 هنا مضروبه في الاس سكوير، صح كده؟ طيب ده معناه ان الجزء ده هيطير من هنا. طيب اقسم كمان الطرفين حضرتك على السيجما سكوير. طب هي ايه السيجما دي؟ قلنا يا جماعه ان السيجما دي هي الفاريانس بتاع البوبيوليشن كله. يبقى انا لو قسمت هنا على سيجما سكوير وقسمت هنا على سيجما سكوير، هبص الاقي طلع لي قانون تاني خالص، القانون بقى واخد الشكل ده. يبقى انا بتكلم على نوعيه جديده من القوانين. القوانين دي او القانون ده بيعتمد على ايه؟
القانون ده بيعتمد على ان النورمال ديستريبيوشن بتاعي النقطه النص فيه هي نقطه الفاريانس. طيب في الحاله دي القانون بقى بيقول ان ماينس 1 مضروبه في الاس سكوير ديفايدد باي السيجما سكوير ايكوال السميشن بتاع اكس اي ماينس اكس بار الكل سكوير على السيجما سكوير. لاحظ معايا نقطه مهمه قوي، دي هنا اكس وعرفت ان الاكس دي هي القيم دي، طب هي دي كمان اكس؟ لا يا جماعه لاحظوا حاجه، الاكس دي هي اكس شكلها كده حتى في الرسم متدلعه حبه لان هي مش اكس يا جماعه، دي نوع جديد من انواع المتغيرات الاحصائيه اللي هنشتغل عليه اسمها ايه؟ اسمه الكاي سكوير. كاي سكوير. طب هي دايما احنا عارفين ان السي اتش بتدور الشين، لكن هو الفاريبل دوت الفاريبل الاحصائي ده اسمه الكاي سكوير. الكاي سكوير ده ايه؟ الكاي سكوير ده نوع جديد من انواع الديستريبيوشنز هنشتغل عليه، بس بشرط ان الكاي سكوير دي لازم يكون بدايتها نورمال. يعني ايه؟ يعني حضرتك عندك التوزيع طبيعي توزيع نورمال يبقى الكاي سكوير دي تقدر تحسبه، كان عندك التوزيع مش نورمال يبقى الكاي سكوير دي ليها كلام تاني بقى. طيب هو انا عندي توزيعات تانية غير النورمال اصلا؟ يعني ليه مش كل البيانات عندي لازم تبقى واخده الشكل ده؟ لا مش لازم، لكن انا شغلي كله عن نورمال ديستريبيوشن، فطالما شغل عن نورمال ديستريبيوشن يبقى انا لازم البدايه عندي البوبيليشن يكون شكله نورمال عشان اقدر احسب له الكاي سكوير. طيب الكاي سكوير دي لما باجي اشتغل عليها انا بشتغل عليها بجداولها الخاصه بيها. يعني ايه؟ يعني غير الجداول الاولانيه، الجداول الاولانيه كان ده شكله، ده شكل اهو، ده شكل النورمال ديستريبيوشن كان دوت الجدول الاولاني، لكن الكاي سكوير شكله بيبقى حاجه ثانيه خالص. طب شكل الكاي سكوير ده بيبقى ايه؟ شكل الكاي سكوير بيبقى كده. ايه ده؟ ملوش جهتين؟ لا ملوش جهتين. ينفع تبقى الكاي سكوير دي قيمه سالبه؟ لا، الكاي سكوير ما ينفعش تبقى قيمه سالبه، وبناء عليه هو جزء واحد بس موجود عندي، وليها جداولها الخاصه بيها اللي بيكون شكلها كده. بص معايا كده، ده شكل الجداول بتاعت الكاي سكوير ديستريبيوشن. الشكل دوت انا ببدا اطلع البروبابيلتي بتاعت نقطه محدده. البروبابيلتي بتاع ان الفيرينس عندي بيساوي قيمه محدده. في الحاله دي حضرتك بيطلع لك القيمه الزرقاء دي. يعني ايه بيطلع لك القيمه الزرقاء دي؟ يبقى انا لما بطلع هنا او بكشف على بروبابيلتي معينه انا بطلع الجزء الازرق بس. طيب تعالوا نبص مع بعض على مثال. عشان ابص مع بعض على مثال خاص بالباي سكوير خلينا نبص مع بعض على اول قبل ما اتكلم على الباي سكوير او على مثال خلينا نتكلم على حاجه اسمها الديجري اوف فريدم. يعني ايه الديجري اوف فريدم يا جماعه؟ يعني معدل الحريه. معدل الحريه هو ايه؟ هو بيقول لحضرتك انك لما بتيجي تكشف بتكشف على حاجه اسمها الفي، والفي دي هي الان ماينس 1. يبقى اول خطوه عايزه اما اجي اكشف في الجدول لازم اطلع قيمه الفي في الاول. بكام الفي؟ هي الان ماينس 1، وعاده الان دي بتبقى قيمه السامبل وتبقى جيفن في المساله. تعالوا نبص مع بعض على البروبلم دي. الشكل اللي قدام حضراتكم هنا بيقول لك انك عندك مصنعين، وان المصنعين دولت هم مصانع لانتاج البطاريات بتاعه العربيات. سوري، عندك مصنع واحد لانتاج البطاريات بتاعه العربيات. طيب